الأب والأم بالنسبة لهم غاليين وبيشوفهم دايما كاملين، بيشوف والدته أحسن أم، وده طبيعي. لكن والله بدون مجاملة ولا مبالغة، يعني أنا كنت محظوظ بأمي أوي، إنها كانت شديدة الحكمة، شديدة الإيمان بالله. هي علمتني التجرد، فأول ما تعلمت التجرد أوي في أحكامي رحت حاكم عليها بالتجرد. التجرد ده معناه مفيش غير قيم معينة زي الصناديق كده بتشتغل. فلما علمتني ده فابتديت أنا أول حاجة عملتها ابتديت أحكم عليها هي وعلى ممارستها بتجرد، فزاد حبي ليها، زاد حبي واحترامي ليها وتقديري العظيم ليها. وبقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني علمتني كتير أوي أوي، وحتى الآن رغم ظروفها يعني بتعلمني. فإذا كنت عايز أتعرف المفتاح، لم أجد مرة إساءة منها لأحد أبدا، وإحنا جيران في أحياء شعبية. أنا بقول أبدا وأنا واثق من كلامي ده. فدايما تدي العذر للناس، عمرها ما قالت لي أنت ما جيتش ليه أبدا، ما عدتش عليا ليه، واحنا في بيت واحد بالمناسبة. ما قالت ليش ليه انت ما جيتش ابدا. ودي قيم انا عايزين نفكر فيها مع بعض. انتوا مش بتتكلموا على احنا نستوعب بعض؟ طيب ما هو ده مش لازم كل الناس تبقى زيي عشان اقبلهم، ندي العذر للاخرين يعني كده يعني. فعمرها ما قالت لي ابدا، مش انا بس، انا واخواتي كلهم، اللي بيجي اهلا وسهلا، اللي عدى اهلا وسهلا، طب واللي ما جاش اهلا وسهلا. هي دي والدتي.